المضاد الحيوي هي عبارة عن أجسام ميتة أو ضعيفة تؤخذ من مريض يعني يتم عليها إجراء بعض العمليات في المختبرات وما منها تجفيف أو كذا، وضاف إليها سوائل هنا أعطاها للمريض الذي يعاني من نفس المرض. تقوم المضادات الحيوية بزيادة مناعة الجسم أو بتحفيز مناعة داخل الجسم. هذه المضادات الحيوية برأيك كيف ممكن نخفف من الاستخدام؟ أخذها عند الضرورة يعني، والضرورة ضد القصوى، الضرورة اللازم، لأنه إذا أخذتها باستمرار تضعف مناعة الجسم، وفي يعني إذا احتاج الجسم لهذا المضاد في حالات طارئة لا يمكن أن تستجيب يعني الجسم لهذا المضاد. المضاد الحيوي كثير بسمع عنه إنه مضر، كثرته للأطفال خاصة مضر، فبدله في بدائل طبيعية مثلا كالأعشاب بتكون أفضل من المضاد الحيوي، لأن المضاد الحيوي كثرة حتى الجسم بطل يتجاوب معه. للي عنده التهابات، للي عنده مثلا يعني مقاومة للفيروسات اللي في الجسم، اللي بعرف إنها هذه المضادات الحيوية. برأيك كيف ممكن نخفف من المضادات الحيوية؟ لأنه حياتنا اليومية كثير بنعتمد على المضادات الحيوية. مظبوط. كيف ممكن نخفف؟ الوقاية من يعني من أشياء كثيرة. مثلا في ايام البرد لازم الواحد يلبس ويحصن حاله والشغلات زي هذه، اللي ما يرشح شيء، اللي ما يعني ما يصيرش معاه فلوانزا لا سمح الله، بيقدر يخفف يعني اذا بياخذ احتياطاته وبيعيش عيشه مرتبه بتسلك اموره الحمد لله. انه لما يكون موجود في الجسم بكتيريا او فيروسات فهي بتساعد على يعني تكسب بالضبط. برايك كيف ممكن نخفف استخدامهم؟ لانه ممكن انه الجسم بصير متعود عليهم بعدين، انه عن طريق الاشياء الطبيعيه طبعا، نبعد عن الدواء بشكل عام يعني، مش بس حتى بالمضادات الحيويه، انه الفواكه، الحمضيات، الاشياء هاي، الاكل الصحي بشكل عام. المضاد الحيوي اصلا هو انا بعرف انه ضد الحي، بقتل البكتيريا في الجسم المضاد الحيوي. فاليوم يعني اي واحد بيشكي من اي عرض اي شيء يقول لك مضاد حيوي، اكمول، بنادول. طب يعني كثير صرنا نستخدمهم المضادات الحيويه، فبرايك كيف ممكن نخفف منهم؟ والله المناعه بس كمان ممكن بقللوا المناعه، انا بعرف يعني هم حتى يعني الجسم عنده مناعه ذاتيه. فلقيت اللي بيعتمد على المضاد الحيوي والمسكنات والاشياء بقتل المناعه في جسمه. فانا بالنسبه لي بستخدم ايش يعني، اي عرض بصير معي بقعد يومين ثلاثه بقول بستحمل، مش مستعد اخذها. هو دواء بستخدمه لتقويه المناعه ضد الفيروسات والامراض، الامراض خاصه الامراض الموسميه زي الرشح. طب برايك كيف ممكن نخفف من اننا نضل نستخدمهم؟ نستخدم الاعشاب بدل